في إطار المشاريع الضخمة التي يقودها المغرب استعداداً لتنظيم كأس العالم، سيكون القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير جاهزاً قبل 2030. هو الخط الذي سيربط طنجة ومراكش، سيكون في زمن قياسي. معطيات باح بها ربيع الخليع مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية بعد توقيع إعلان الشراكة بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش شراكة طموحة ستمكن من إيجاد هيكلة مالية مبتكرة لإنجاز هذا الخط الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش في مدة لا تتجاوز 3 ساعات، تشمل ساعة واحدة بين طنجة والرباط وساعة و35 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء. هذا الخط سيخلق عدة مناصب شغل تقدر ب70 مليون يوم عمل، 3700 عمل حر خلال عملية الأشغال.